الشغل بره ورجعت بيتي لقيته مع واحدة في بيتي على فرشتي، قالت لي وانت مفكرة نفسك انت رقم واحد يعمل فيكي كده، انت رقم 40 يعمل فيها كده. كل حاجة وبيني وبينه بيصورها، صور على تليفوني واقنعني ان هو بيتفرج عليها وبعد كده بيحذفها. اتضح ان هو قبل ما يحذفها كان بيبعتها لنفسه ينجلها على تليفونه بدون علمي. اتجوزت عشان ابني كبر وعايز حد يشكمه وما بقتش قادرة عليه وبقى يتطول عليا. اتجوزت شهرين، خرب بيتي ودمر حياتي وسرق من بيتي عزال حاجات اجهزة وعدة شغلي ب100,000 جنيه. عايز ياخد مني بيتي عافية، كل ده ابتزاز عشان اخضع لمطالبه ان هو يكتب له بيتي شجاية. اتحديته ووقفته قدامه.
خلاني اعترفت على نفسي بحاجات قذرة. حكم عليا قبل ابني ما يخش عليا وابني لسه نايم عنده، حكم عليا قولي على نفسك انا نمت مع فلان. كلكم تعرفوني وكلكم عارفين ان كنت عايشه دور الست والراجل وكافحت على عيالي وربيتهم من حلال وعمري ما دخلت بيتي يجيني حرام.